بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، الناس اللي طلبت مننا مراجعات نهائية للإنجليزي وللمواد التانية، وخصوصا المواد اللي هي مش بتضاف للمجموع وانت ما تعرفش عنها أي حاجة، فأنا جهزت لكم النهاردة مراجعة لمادة المواطنة كاملة وللحاسب الآلي، كله سؤال وإجابة سؤال وإجابة سؤال وإجابة، تمام؟ وطبعا لمادة الدين برضو التالتة، يعني مواطنة وحاسب وديني اللي هما اللي مش بيتضافوا، تمام؟ وبعدين جبت لكم مراجعات نهائية لكل المواد، يعني سواء كان عربي إنجليزي فيزياء كيمياء أحياء رياضة فرنساوي، تمام، سواء كان ادبي او علمي، برضه في فلسفه وفي علم نفس. فاللي ايه اللي عرفت اجمعه لكم يعني، او اللي كان بيجي قدامي كنت بشيله لحد ايه ما اجي اجمعه كله واعمل له فيديو وانشره فيه، تمام. طيب بالنسبه بقى، ان شاء الله هننزل لكم برضه، خلاص الامتحانات قربت، ما فيش وقت، احنا كده خلاص خلصنا شهر 11، دخلنا هندخل في 12، هيبقى قدامنا شهر ولا شهر وشويه على الامتحانات. طبعا تعرفتوا خلاص الامتحان ورقي، الامتحان الالكتروني قصدي، اسف. وان شاء الله هنعمل لكم جدول من بدايه شهر 12 لحد ايه بقى، لحد ما تقعد في الامتحانات، لحد ما تبدا امتحانات وتخلص امتحاناتك، لحد ما توصل يعني لميعاد الامتحانات. وهنقول لكم برضو هنعمل مراجعات في الانجليش طبعا، على اساس هو ده اللي نعرف نعمل فيه، ولو جت اي روابط او اي اسئله مهمه برضو هنجيبها لكم. الرابط ده برضو اللي هسيبه لكم تحت الفيديو، في اجابات بنك المعرفه، بعض المواد في اجابات للاسئله اللي موجوده في بنك المعرفه يعني، تمام، فاجابتها موجوده، تمام. دي كانت كل فقرتنا، وما عنديش تاني حاجه غير اللي جبتهم دول، والرابط هيبقى بالتتابع ان شاء الله، يعني اول ما الاقي حاجه برضو هضيفها في الرابط، ايه، في الرابط من تحت، تمام. ولو في حاجه انتوا عايزينها برضو اطلبوها كالعاده، وإن شاء الله هنحاول ننفذها. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.